بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور مثنى بديه فرحان، معاون عميد كلية التربية بنات، شؤون علمية والدراسات العليا، تدريسي قسم علوم الحياة في كلية التربية بنات، اختصاص أحياء مجهرية ووراثة جزيئية. اليوم محاضرتنا هي تركيب الخلية البكتيرية. تركيب الخلية البكتيرية هنالك موقعين رئيسيين لندخل في تفاصيل هذا الموضوع. أجزاء بكتيرية تقع إلى الخارج من الجدار الخلوي، والأجزاء الأخرى التي تقع إلى الداخل من الجدار الخلوي. لو تكلمنا في البداية نبدأ مختصرة عن الخلية البكتيرية التي تكون متناهية في الصغر ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولكن بتطور الأجهزة والتقنيات المختبرية من مجاهر وضوئية ومجاهر إلكترونية والطرق الاختبارية البيوكيميكال والطرق الوراثية والجزيئية، أمكن دراسة أجزائها المختلفة. تتركب الخلية البكتيرية من الطبقة السطحية والبروتوبلاست، وتشمل الطبقة السطحية اللي مثل ما ذكرنا اللي تقع خارج الجدار الخلوي، الأسوار والأهداب والمحفظة الكبسول وجدار الخلية نفسه. أما البروتوبلاست الذي يقع إلى الداخل من جدار الخلية فيتكون من الغشاء السيتوبلازمي والسيتوبلازم والمادة النووية والعديد من المواد المخزونة والرايبوسومات وكذلك السبورات الداخلية بالنسبة للبكتيريا المكونة للسبورات. يكون المحتوى المائي من 70-80% من وزن الخلية، وتتراوح المواد الصلبة من 15-30% من وزن الخلية، وتزداد هذه النسبة بزيادة المواد المخزنة في الخلية مثل بولي بيتا هيدروكسيبوترات والبولي سكريات والبولي فوسفات والكبريت. هذا مقطع يوضح الأجزاء اللي ذكرتها آنفا اللي تقع إلى الخارج أو إلى الداخل من التركيب لجسم الخلية البكتيرية. وحسب الصورة اللي أمامكم هذه الأسوار، أهداب والمحفظة تكون إلى الخارج و الجدار الخلوي. أما الأجزاء اللي تقع إلى الداخل من الجدار الخلوي سيتوبلازم والغشاء السيتوبلازمي والمادة النووية تمثل بالدي إن إيه، وأيضا الرايبوسومات بالإضافة إلى المواد المخزونة داخل الخلية. مقطع عام لأجزاء الخلية. لو أتينا إلى أول جزء يقع إلى الخارج من الجدار الخلوي، فلنأخذ إذن الأسوار فلاجيلا، هي أعضاء الحركة في أغلب البكتيريا، وهي عبارة عن أصوات خيطية طويلة مكونة من بروتين من نوع خاص يسمى فلاجيلين، يساعد على مرونة الصوت، وينشأ الصوت من جسم قاعدي منغرس في الجدار الخلوي والغشاء السيتوبلازمي. ونلاحظ هنا هذا المقطع
هو الجسم القاعدي اللي يتم بتثبيت الصوت في الغشاء البلازمي من خلال الحلقة M ring S ring، وفي الجدار الخلوي من خلال الحلقة حلقتين P ring و L ring. ويجينا الجزء الثاني، يأتينا الجزء الثاني من تركيب الصوت هو الهوك، والأخير الخويط أو ما نطلق عليه بالجزء باللامينتس اللي يحتوي على مادة الفلاجيلين. موقع الأصوات في الخلية البكتيرية يعتمد موقع الصوت على نوع الخلية البكتيرية، وهو أيضا ذات أهمية تصنيفية تشخيص. فالبكتيريا التي تمتلك صوتا واحدا يكون قطبيا بولار، يسمى هنا صوت هذه الخلية بالمونوتريكوس، مثل بكتيريا سودوموناس ايروجينوزا. في حالة امتلاك الخلية خصلة من الأصوات في أحد قطبي الخلية، نطلق هنا على الخلية اللوفوتريكوس، ومثل النوع البكتيري سودوموناس لوريسيرس. النوع الثالث من الخلايا تمتلك خصلة أو صوت في أحد طرفي الخلية أو في أحد في كلا قطبيها، نطلق هنا على الخلية بأنفيتريكاوس، مثل إكواسبيريليام سيربنس. النوع الآخر من الخلايا تمتلك أصوات تحيط بجميع أجزاء جسمها بجميع جوانبها، هنا نطلق على هذه الخلية بيريتريكاوس. المثال عندنا بكتيريا من نوع البكتيريا سالمونيلا تايفي. أما الخلايا التي لا تمتلك أصوات والتي تمثل جميع الخلايا الكروية، نطلق هنا على الخلية الفاقدة لهذه الأصوات بالأتريكاس. مثال لدينا بكتيريا النوع ستافيلوكوكاس أوريس. هنا نلاحظ الأنواع الأربعة الرئيسية من مونوتريكاس والبيريتريكاس والأنفيتريكاس واللوفوتريكاس. مثل ما تشاهدون صور الحقيقية لوجود الأصوات بجسم الخلية البكتيرية. تكلمنا أن الصوت له أهمية في حركة البكتيريا. هذه الحركة مثل ما تلاحظون في الصورة الآن تكون حركتها بروانية. هذه الأصوات تساعد، كل ما زاد عدد الأصوات كل ما زادت من قوة دفع الخلية البكتيرية نحو الحركة. تلاحظون قدرة الصوت الحركة متموجة ومحورية تساعد على دفع جسم الخلية البكتيرية إلى الأمام. البلي الجزء الآخر من الأجزاء جسم الخلية البكتيرية الواقعة إلى الخارج من الجدار الخلوي هو ما نطلق عليه بالأهداب أو ما نطلق عليه بالفمري الخمل، عبارة عن زوائد خيطية تنشأ أيضا من الغشاء السيتوبلازمي، وهي أقصر من الأصوات وليس لها علاقة بالحركة. تمتلك الخلايا المتحركة والغير المتحركة، تكون متكونة من بروتين خاص يسمى البلين. يوجد نوعين من تلك الزوائد، هو النوع العام أو العادي اللي يساعد على الالتصاق
البكتيريا بأسطح النبات أو الخلايا الأنسجة المختلفة، كما تساعد البكتيريا الهوائية على تكوين غشاء على أسطح الأوساط السائل. أما النوع الثاني من الأهداف والنوع الخاص والذي له دور كبير في عملية الكونجوجيشن التزاوج الجنسي أو الاقتران بانتقال المادة النووية من خلال التجويف الداخلي لهذه الزوائد من خلية البكتيريا المذكرة التي تحوي على الهلب الجنسي، نطلق عليه هلب جنسي F، إلى الخلية المؤنثة التي لا تمتلك هذا الهلب. هنا نلاحظ النوع العام خلية تحصل على الأهلاب أو الأهداب أو الفمري النوع العام، وهنا مثل ما عندنا ببكتيريا الشيشكولاي، وهنا بكتيريا حاوية على الهلب الجنسي أو الهلب الجنسي نوع F، أيضا كما في بكتيريا الشيشكولاي، ونلاحظ هنا ظاهرة دور ظاهرة الاقتران وكيفية لعب الهلب الجنسي F دورا كبيرا في هذه العملية. أهمية الأهداب أو الخبع، مثل ما ذكرنا قبل قليل تستخدم في نقل المادة الوراثية خلال عملية الاقتران، وأيضا قسم منها له دور مهم في حصول العدوى المرضية خصوصا للإنسان. تساعد البكتيريا المرضية على الالتصاق بالأسطح الداخلية للخلايا الطلعية المبطنة للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وأيضا تستعمل الأهداب كمواقع اتصال لاقمات البكتيريا أو الفاجات عند مهاجمة هذه اللاقمات لمضاعفها البكتيرية، وطبعا هنا يكون الالتصاق نوعي مع الفاج الخاص بتلك البكتيريا. أيضا هنا الأهداب أو الهلاب لها أهمية كبيرة. نأتي إلى الجزء الثالث من الأجزاء التي تقع خارج الجدار الخلوي، هي ما نطلق عليه بالكابسول المحفظة أو ما نطلق عليها الطبقة اللزجة أو العلبة. تحاط الخلية البكتيرية بطبقة هلامية لزجة يختلف سمكها باختلاف النوع البكتيري، قد يكون رقيقا أو سميكا. في هذه الطبقة الهلامية تسمى الكبسول إذا كان تركيبها صلدة متماسك وقد يصل سمكها إلى أكثر من ضعف الخلية، وتحيط العلبة بالخلية المنفردة أو بالسلسلة من الخلايا إذا كانت متجمعة بشكل سلاسل عصوية أو كروية، وإذا كانت تركيبها مفكك فتسمى هلام أو طبقة لزجة مثل ما نلاحظ الصورة أي سلايم لاير، وإذا كان تركيبها صلب تسمى شيث الغمل، ولا تصبغ علبة البكتيريا في التحضيرات المصبوغة بالطرق العادية، لذلك استخدم صبغ العلبة بطرق خاصة، وتتركب مادة العلبة في معظم الحالات من مواد كربوهيدراتية، وفي بعض الأحيان قد تقترن بوجود بعض الأحماض الأمينية. أهمية المحفظة أو العلبة أو السلايم نوتس اللي ذكرناها، من أمثلة الميكروبات التي تحتوي على هذه المحفظة ميكرونوستر ميزنترويتس وميكروب ستريبتوكوكس نيموني. وأهمية العلبة للخلية أنها تحميها من الظروف البيئية خصوصا الجفاف، تحافظ عليها غير ملائمة لنموها في حالة الجفاف، تساعد على إضافة جو رطب للخلية، وكذلك تساعد على التصاق الخلايا ببعضها ببعض، ووجود الغلاف له تأثير واضح على مظهر المزارع البكتيرية. وأيضا لها أهمية المحفظة لها أهمية كبيرة من حيث
المساهمة في العدوى وحصول قدرة الميكروب على إحداث العدوى المرضية، وذلك كونها تحوي على قدرة على حماية الخلية البكتيرية من كريات الدم البيضاء والأجسام المضادة من التهام الخلية البكتيرية، لذلك تساعد الميكروب على تحقيق الإصابة. وكذلك ممكن أن تعمل المحفظة كحاجزا يمنع التصاق لاقمات البكتيريا وما تطلق بالبكتيريوفاج. هنا نلاحظ أن المحفظة شلون نغلف مجموعة من الخلايا، وهنا نغلف خلية واحدة. إذن المحفظة تقع إلى خارج جسم الخلية البكتيرية، أو هي أول طبقة في حالة البكتيريا اللي تحويها تكون أول طبقة أو الجزء الأولي لجسم الخلية البكتيرية إلى الخارج. بعد أن أكملنا الأجزاء خارج الجدار الخلوي، الآن يأتينا حسب التسلسل الطبقي لهذه الأجزاء جدار الخلية، أو ما نطق عليه بالسيل وول. هذا التركيب اللي يحافظ على التركيب الداخلي للخلية البكتيرية. فللبكتيرية الحقيقية جدار خلوي عبارة عن جزء صلب ويتراوح سمكه ما بين 10 إلى 20 نانومتر، ويمثل حوالي 20% من وزن الجاف الخلية. وقابلية الجدار الخلوي للصبغ بالطرق العادية قليلة، وذلك فإنه تستخدم طرق خاصة للصبغ تتلخص في معاملة الخلايا بحامض التانيث الذي بالاتحاد مع المواد مكونة للجدار يزيد من سمكه ومن قابليته للصبغ. والجدار الخلوي في البكتيريا الحقيقية صلب قادر على تحمل الاختلاف في ضغط الأزموز بين محتوى الخلية والوسط الذي يعيش فيه، إذن له وظيفة حماية الأجزاء الداخلية. وقوة الجدار الخلوي ترجع أساسا لوجود تركيب معقد مرتبط مع مركبات أخرى. هذا التركيب نطلق عليه، أو هذا الجزء نطلق عليه بطبقة البكتيدو لايكان، أو ما نسميها بالميوني، وهو مركب من مكررات من وحدات متعددة متباينة هيتروبوليمر، بعضها يكون بشكل كربوهيدرات والبعض الآخر يكون على شكل أحماض أمينية. الكربوهيدرات الداخلة في تركيب طبقة البكتيريو جلايكان عبارة عن مركبين، هما السكر الأميني N أسيتايل جلوكوز أمين و N أسيتايل نيوراميك أسيد، موجودين في تتابع تبادلي مرتبطة ببعضها البعض بواسطة آسرة بيتا 1-4 الليكوسيدية. ويجب أن نلاحظ أن المركب الثاني لا يوجد في التركيب الجداري للخلايا الأرقائي، إنه يوجد فقط في تركيب الجدار الخلوي للبروكاريوتيك. إذن بكتيريو جلايكان هو صفة خاصة في تركيب الجدار الخلوي للخلايا غذائية النواة. ومن حيث الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب الجدار الخلوي، فهو يحتوي على الأقل على 3 أحماض أمينية، هي داي أمينو بايميليك أسيد والجلوتاميك والألانين. والحامض الأميني داي أمينو بايميليك أسيد لا يوجد أبدا في تركيب البروتين، مما يميز الكائنات بروكاريوتس عن غيرها من الكائنات، وهي صفة تصنيفية هامة. بالإضافة إلى كل ذلك، فإن الجدار الخلوي هو اللي يعطي الشكل العام والمظهر العام للخلية الميكروبية. أهمية الجدار الخلوي ذكرنا بعض منها قبل قليل. يحفظ الجدار
الخلية البكتيرية شكلها المميز، كما أنه نظرا لصلابته يحمي الخلية من الظروف الخارجية ومن الضغط الإزموزي خصوصا عند الانتفاخ عندما تنمو في المحاليل الغذائية المنخفضة التركيز. الأهمية الأخرى، يتحكم في نوع الجزيئات التي تمر خلال ثقوبه تبعا لهجومها، ولكن ليس له خاصية النفاذية الاختيارية مثل الغشاء السيتوبلازم. مسؤول مباشر عن إيجابية أو سلبية الصبغة، صبغة جرام، وهي صفة تشخيصية هامة، حيث لا يستطيع هنا الكحول من إزالة معقد الكريستال فيوليت الزرقاء واليود في الخلايا الموجبة، فتظل محتفظة بلونها البنفسجي أو الأزرق، بينما يزيل الكحول المعقد من الخلايا السالبة وبالتالي تأخذ اللون الأحمر عند صبغها بالسفرانين أو الكورسين. وما يؤكد مسؤولية الجدار الخلوي عن نتيجة صبغة الخلايا البكتيرية بصبغة جرام هو عند معاملة هذه الخلايا الموجبة بإنزيم اللايسوزايم، فإنها تفقد خاصية اصطباغها بالصبغة الموجبة لصبغة جرام، وذلك لأن إنزيم اللايسوزايم هو الذي أدى إلى تحليل الجدار الخلوي الذي يعمل على تكسير الأواصر في طبقة البكتيريولوجيا. الأهمية الأخرى، قد تحتوي طبقات الخلية السطحية في بعض البكتيريا على حامض الميكوليك، حامض دهني ب 90 درجة كربون، وهو المسؤول عن الصبغ الصامد للأعضاء. بعض البكتيريا التابعة لأقسام مايكوبكتيريالس وسبايروتيز ليس لها جدار خلوي صلب، ولذلك تسمى بالأركيبكتيريا، تكون تحتوي على أجزاء أخرى. هنا صورة بين جدار الخلية البكتيرية السالبة لصبغة جرام والجدار الخلية البكتيرية الموجبة لصبغة جرام. نلاحظ طبقة البكتيريوغلايكان نلاحظ في الخلية البكتيرية السالبة لصبغة جرام أن طبقة تتكون الجدار الخلوي من الغشاء الخارجي اللي يحتوي على البوليساكرايد ويحتوي على البورينا، وأيضا نلاحظ هنا طبقة البكتيريوغلايكان، طبقة البكتيريوغلايكان أنه تكون طبقة غير سميكة، طبقة رقيقة، وأيضا إلى الداخل الغشاء البلازمي. عند مقارنة الجدار الخلوي بين البكتيريا السالبة لصبغة جرام والبكتيريا الموجبة لصبغة جرام نلاحظ فرق في سمك طبقة البكتيريوغلايكان، لذلك اللايسوزايم والمضاد الحيوي البنسلين يؤثر على البكتيريا الموجبة أكثر مما في حين لا يؤثر على البكتيريا السالبة لصبغة جرام، لكون كل من الإنزيم اللايسوزايم والمضاد الحيوي البنسلين يؤثر على طبقة البكتيريوغلايكان وما يؤدي إلى تحللها، وبالتالي بما أنها هي طبقة سميكة في الجدار الخلوي لبكتيريا موجبة صبغة جرام يؤدي إلى تكسر الجدار الخلوي لهذه البكتيريا. أما في البكتيريا السالبة صبغة جرام فتكون طبقة بكتيريوغلايكان رقيقة جدا، لا يؤثر لايسوزايم والمضاد الحيوي البنسلين على الجدار الخلوي. هنا مقارنة ما بين جدار الجراثيم السالب لصبغة جرام وجدار الجراثيم الموجبة لصبغة جرام. في السالب لصبغة جرام تشكل طبقة البكتيريوغلايكان حوالي 5 إلى 10% من الوزن الجاف للجدار الخلوي،
في حين في جدار البكتيريا أو جراثيم الموجبة للسباتيغرام تشكل طبقة البكتيريوغليكان 15 إلى 50% من الوزن الجاف للجدار الخلوي. يتراوح سمك الجدار بين 5 إلى 10 نانو متر، في حين في الموجب للسباتيغرام يتراوح سمك الجدار 25 إلى 35 نانو. يحتوي جدار السالب للسباتيغرام على 35% دهون فوسفاتية و 15% بروتين و 50% دهون متعددة السكرات لايبوبولي سكرات، في حين في جدار البكتيريا الموجبة للسباتيغرام تحتوي على أحماض التكوك والتكيرونيك أسيد كما لاحظنا في الصورة السابقة. يبلغ الجدار الخلوي حوالي 10 إلى 20% من الوزن الجاف للخلية في البكتيريا السالبة للسباتيغرام، في حين في البكتيريا الموجبة للسباتيغرام يبلغ الجدار 20 إلى 40% من الوزن الجاف للخلية. والنقطة الأخيرة، يكون الموقع الثالث لسلسل الحامض الأمين للسلاسل الجانبية الرباعية لطبقة البكتيريوغليكان هو فقط الحامض الأميني داي أمينو بايمينيك أسيد، في حين في البكتيريا الموجبة للسباتيغرام يكون بالإضافة إلى وجود داي أمينو بايمينيك أسيد يكون ممكن أن يكون هنالك أي حامض أميني آخر بشكل الأمينو أسيد. وبهذا نكون قد أكملنا هذه المحاضرة عن الأجزاء التي تقع إلى الخارج من الجدار الخلوي والجدار الخلوي لجسم الخلية البكتيرية. شكرا لحسن إصغائكم إن شاء الله.